علاقتي بزياد ابن اختي ده هو ابني، لان انا اللي مربياه. يعني هو اصلا من هو ما اتولد انا اللي خدته وانا اللي ربيته وانا اللي كنت بنزل بيه اطعمه. علاقتي بيه يعتبر زي بنتي، حتى لما انا جبت بنوته برضو زي العلاقه، برضو زي ما هي، يمكن بالعكس هو اكتر، لان هو اول حد شافه عيني. يعني احنا عامه عيله متماسكه جدا جدا جدا. بنت عمي سميره دي بنت عمي كبيره، هي اللي كانت عامله معانا كده، يعني موضوع الترابط الاسري مع بعض، هي اللي كانت على طول واخداني كبنتها كاختها الصغيره. هي اللي حببتني ان احنا يبقى في علاقه ما بين الاهل، واني انا حابه ان احنا نبقى متماسكين مع بعض. خالتي بتعلمني دايما احب اخواتي، احب ماما بابا جدو خالي وتيتا كل صوتي. بنتي بتغير جامد جدا 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 عليا من طريقتي معاه. كل حاجه اقول زياد 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 زياد، لو نجح هجيب له كذا، زياد لو عمل حاجه كويسه انا هجيب له كذا، حاجه زي كده. بنتي بتغير منها جدا، وحتى نفسيتها اتاثرت من الموضوع ده، بس انا بعالجها لحد ما الحمد لله يعني ان الدنيا تمام معايا وزياد، فهو يحبه بعد جدا. لو زياد اصلا قعد اسبوع ما جاش عندنا، زياد ما جاش ليه كده يعني. حتى انا في الاجازه باخد زياد يقعد معايا. احب خالته قد الدنيا، شاب الذاكرة بطريقة حلوة وخليني أفهم الكلمات كلها، حتى الكلمات الأصعب أوي يعني بحاول بسطر وأفهمها برضه وأعرف أتملاها، وبتجيب لي حاجات حلوة وتفرجني على اللابتوب وتفرجني على التلفزيون اللي عندها وتفرجني على وتلعبني باللعب وكيف باللعب كمان، ونصور مع بعض ونخرج مع بعض. المفروض صلة الرحم والتراحم مش مناسبات بس ولا عزا بس، المفروض ان يبقى في صلة رحم فعلا من القلب، مبيبقاش في حد بيكره حد، محدش شايل شر لحد، محدش بيحسد حد على حاجة، لان احنا اهل. المفروض يبقى في ترابط، المفروض يبقى على طول احنا عند بعض، المفروض يبقى في فعلا حب مع بعض. واتمنى ان ربنا يعني يوفقنا في موضوع ان احنا نبقى مع الناس الكبار كمان مش الصغيرين بس. نفسي اقول لخالته شكرا جدا، دايما علمتني الصح من الغلط وخلتني احب اسرتي، اهلي، اخواتي، كل يعني الاسره.